بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن برنامج سيفيل 3D، وهنشوف ايه هو برنامج السيفيل وايه المميزات اللي هو عطاه لي عن اللاند ديسكتوب. طيب، في البداية كده، برنامج سيفيل 3D في الغالب انا هستخدمه في حاجتين: اولا في الاعمال المساحية، تمام، ثانيا في ديزاين الطرق، شغل تصميم الطرق كله وتطليع الداتا اللي هي تساعدني في تنفيذ الكلام دوت. طيب، الواجهة كده عندنا ايه ظروفها؟ طبعا الواجهة هي واجهة الاوتوكاد. هنلاقي هنا الهوم بان اللي هو شريط الادوات الرئيسي، هنلاقي هنا القوائم، فهي ديت كل قوائم السيفيل، يعني ما فيش قوائم تانية غيرها زي اللاند لو كنت ببدل في القوائم، لكن هنا كل ديت قوائم السيفيل 3D واللي هي فيها البرنامج كله، تمام. هنلاقي برضو الجديد معانا زي ما قلنا اللي هي القائمة هوم بان، اللي هي قائمة فيها أهم الأدوات، وعلى فكرة هي فيها أدوات مش موجودة في القائم، وبالتالي هنلاقي فيها أدوات كتير مش موجودة جوه القائم، فهي مهمة جدا بالنسبة لنا، تمام. طيب، وفي حاجة برضو مهمة جدا معانا في الواجهة اللي هي التول سبيس، اللي انت ممكن تشغلها من هنا، اللي انت تضغط على التول سبيس من الأيقونة ديت، أو ممكن تقوله من جنرال، من قائمة جنرال تقول له تول سبيس. اي واحدة من الاتنين دول هيظهر لي نافذة التول سبيس دي، وهي اهم نافذة معايا في البرنامج، فهيبقى كل شغل منها. طيب، هلاقي النافذة التول سبيس دي بتتكون من 3 تبويبات. التبويب الرابع ده التول بوكس بتاع التقارير، انا ممكن برضو بظهره لو هو مش ظاهر عندي، تقول له من جنرال وتختار التول بوكس، هيضيف لك التول بوكس ودوت اللي احنا نستخدمه في اخراج التقارير عن اي حاجة عايزين، تمام. طيب، هنقل برسبكتور ديت اللي هي فيها الانشاءات، ان انا عايز انشئ اي حاجة هخش قائمة البرسبكتور. السيتنج اللي بتاع ضبط الاعدادات، ان انا عايز اضبط اعدادات اي حاجة زي ما هتقابلنا، هنخش على السيتنج. وبالنسبة للسيرفي اللي هي خاصة ب الاعمال المساحية، بموضوع توصيل التوتال ستيشن بالجهاز وتنزيل الداتا المساحية والترفرسات والى اخره من الاعمال المساحية. طيب، يبقى انا كده اهم حاجة عندي البرسبكتور والسيتنج، وهنلاقي كل شغلنا منهم. يعني عايز انشئ نقط، ممكن انشئ هنا من البرسبكتور، او انشئ من قائمة بوينت، او انشئ من بوينت من هنا من الهوم بان. فاهم حاجة عندي هي التول سبيس. طيب، يبقى ديت بالنسبة للواجهة بشكل سريع ايه اهم حاجة فيها، وشفنا قائمة التول سبيس دي اهم حاجة عندنا، برضو نظهرها تاني زي ما قلنا من التول سبيس من هنا. طيب، الحاجة التانية اللي كانت بتقابلني في اللاند موضوع البروجكت، ان انا قبل ما ابتدي اشتغل ان انا اعمل بروجكت عشان اشتغل عليه. طبعا في السيفيل لغى الموضوع دوت، وخلى البروجكت بتاعك مجرد ما انت تفتح البرنامج خلاص، فالبرنامج كده جاهز معاك اللي انت تستقبل منه داتا او اللي انت تشتغل عليه، يعني كده جاهز اللي انت تصدر له نقط، جاهز اللي انت تبتدي تعمل اصله من غير بروجكت. البروجكت هو عبارة عن الملف الدروينج او الملف الرسومي اللي هو بيخزنه، يعني وكده البروجكت زي ما كان اللاند عمله لنا في كذا، مش في فولدر وفي ملفات كتير، لا هو اختزل الكلام ده كله في فايل واحد اللي هو فايل الدي دبليو جي، ده بيبقى متسجل فيه البروجكت بتاعك كله. طيب، وبالتالي يبقى كده موضوع البروجكت معانا ايه اتلغى. طيب، لكن لو عايز اعدل بقى اعدادات الرسم بتاعتي، ممكن اخش في السيتنج، تمام، هلاقي هنا اسم الملف بتاعي هو اسمه دروينج 1 اهو، تمام، ولو غيرت اسمه طبعا هلاقي الاسم ده يتغير معايا تلقائي. طيب، اضغط عليه كليك يمين ونقول له edit drawing setting. edit drawing setting ديت اللي فيها اعدادات الرسم بتاعتك. طيب، اهم حاجة فيها ايه؟ اهم حاجة فيها حاجتين. اول حاجة اللي هي unit and zone، اللي انت بتحدد الوحدة بتاعتك اللي انت تستخدمها في شغلك، تمام، وتحدد السكيل الافقي بتاعك، تمام، وممكن تحدد الزون الخرائطي او مسقط الخريطة اللي انت عايز تشتغل عليه، تمام. وعندي برضو تبويب تاني اللي هو السيتنجز، ديت اللي هي الوحدات بتاعتي لكل حاجة. فعلي مثلا هنا الديستانس لو فتحتها، تمام، هشوف انا المسافات عايز اخدها بالمتر ولا عايز اقيسها بايه، والبرسيشن بتاعتها دقتها كام قد ايه، يعني كام رقم بعد الرقم العشرية. هنلاقي هنا الدايمنشن الابعاد دي هتتكتب، هلاقي هنا عند الكوردينيت برضو نفس الكلام، احدد وحدتها ودقتها. وهنا هلاقي كل حاجة ممكن تقابلني او اي حاجة ممكن تتقاس في البرنامج، تمام. فهنا بيبين لي ازاي ان انا بيبين لي هنا ازاي ان انا ايه استخدمها. طيب، يبقى دوت بالنسبة للدروينج سيتنج، قلنا
في اليونت اند زون، وقلنا في السيتنج. طيب وبكده يبقى احنا ادام اعداداتنا مظبوطه، يبقى كده احنا ايه جاهزين ان احنا نشتغل على البرنامج. طيب الخطوه خلاص، يبقى احنا كده احنا بنجري في الموضوع، عشان هو البرنامج فعلا مبسط حاجات كتير عن اللي طبعا كان في موضوع البروجكت بلان دوت، كان بياخد خطوات كتير انت انشاء البروجكت وانشاء اعدادات والكلام دوت، لكن هنا في السيفي ملخص الموضوع جدا، فمخلي الموضوع ابسط من اللاند بكتير. تمام، يبقى احنا كده خلاص خلصنا البروجكت، وشفنا بس اهم حاجه اعدادات، قلنا ان مفيش حاجه اسمها انشاء بروجكت، هو خلاص الملف بتاعك اكنك بترسم على الكاد عادي جدا. تمام، وشوفنا اعدادات بس لو عايز اعدل اعداد في القياسات بتاعتي في المشروع بتاعتي بس ازاي. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا النقط اللي هي من قائمه بوينت. تمام، النقاط هي تقريبا نفس الموجوده في اللاند، مفيش اي حاجه جديده عليها، حتى نفس قائمه بوينت ونفس تقريبا الحاجات اللي فيها، بس برضو ما مسهل برضو حاجات فيها شويه عن اللاند. طيب الخطوه اللي بعد كده هتقابلنا ان انا استورد نقط للبرنامج. طيب انا عندي هنا مثلا ملف اكسل. تمام، الملف ده فيه رفع نقط، العمود الاولاني رقم النقطه، بعد كده احداث الاستنج، بعد كده احداث النورسنج، بعد كده الاليفيشن، بعد كده الديسكريبشن. تمام، طيب انا عشان اصدر الكلام ده او اعمل امبورت للنقط ديت على برنامج السيفيل، تمام، لازم الاول اخزنه ملف تكست زيه زي لاند. تمام، بس قبل ما تخزنه ملف تكست، لو عندك اول صف بيقابلك دوت تكست مكتوبه، يعني مكتوب حروف، شيله عشان ما يعملكش مشاكل وانت بتعمل له امبورت. فانا اعمل ده كده ديليت. تمام، بعد كده بقى اخزن الكلام دوت تكست، اعمل له سيف از. نحطه مثلا على الديسكتوب، بس هنا لازم هنا اغير وايه اخليه تكست تبدل ميدل عشان يجي لي تكست. اقول سيف يس، بعد كده خلاص ممكن اقفله، مش محتاجه تاني. طيب عشان اعمل امبورت للنقاط جوه برنامج السيفيل، ما هنيجي من قائمه بوينت نقول له امبورت واكسبورت بوينت، بعد كده نقول له امبورت بوينت. تمام، هيجي لي هنا البوكس بتاع الامبورت بوينت دوت. هنيجي هنا في الفورمات نحدد الامتداد بتاع، مش الامتداد، اللي هو الفورمات بتاع الصفوف بتاعتي على ملف الاكسل، يعني اول عمود في ايه، تاني عمود في ايه، تالت عمود في ايه، وهكذا. تمام، انا كان اول عمود بتاعي في رقم النقطه اللي هو هنا بيبقى اسمه البي البوينت، تاني عمود الاي الاستنج، تالت عمود الان النورسنج، رابع عمود الزد، خامس عمود الديسكريبشن. تمام، فانا هلاقي عايز هنا فورمات اهو B E N Z D، البي رقم النقطة، الإي الإست، الإن النورث، الزد الإليفيشن، الدي ديسكريبشن أو كود بتاع النقطة. بس أنا عندي اتنين، واحدة كوما، واحدة كوما ديليميتد، واحدة سبيس ديليميتد. أنا الملف بتاعي سبيس ديليميتد عشان أي الفواصل ما بين الحروف بتاعتي، الفواصل ما بين الأعمدة بتاعتي عبارة عن مسافات وليست كوما. لو حبينا برضو نتأكد ممكن أهو نفتح الملف بتاعي أهو. تمام، اهو هلاقي هنا رقم النقطة، بعد كده الفاصلة ما بين الرقم والاحداث الايست او احداث النورث او الاليفيشن او سكيل عبارة عن مسافات، وبالتالي يبقى ده كده اسمه تاب ديليميتد. جميل، يبقى احنا هنختار سبيس ديليميتد. تمام، وهنقوله من هنا في السورس فايلز، هنقوله هنا اد، ونختار مع الديسكتوب الملف بتاعه هو التكست، نقول له اوبن. تمام، بعد كده نقول له اوكي. تمام، نعمل زوم اكستند عشان نجيب لي النقط اللي هو نزلها اهي. تمام، يبقى هنا اهو لقيت ايه، نزل لي كل نقط الرفع بتاعتي بالمنظر دوت كده. طيب انا بعد مجرد ما انزل النقط هلاحظ حاجات. ايه هي؟ اولا شكل النقطه، شكلها وحجمها ازاي اتحكم فيه. تاني حاجة ان انا الليبل اللي انا عايز اكتبه على النقطة، يعني هي النقطة مش مكتوب عليها اي داتا. طب عايز اكتب مثلا منصوبها، عايز اكتب احداثيات، عايز اكتب احداث الاي، عايز اكتب احداث الان، ايا كان اي حاجة عايز اكتبها على تخليها تظهر على النقطة، بحيث برضو اعرف افرق بين النقط ديت ايه. تمام، طيب الكلام دوت نعدله منين؟ الكلام ده نعدله من التالي، هنخش في الريسبكتور. تمام، ونقف على البوينت جروب. مجرد ما نقف على البوينت جروب، بس نوسع عليها كده شوية.
تمام. مجرد ما اقف على البوينت جروب هلاقي هنا عامل لي دايما جروب اسمه اول بوينت. الجروب اول بوينت وهنتكلم كمان شويه على البوينت جروب، بس الجروب اول بوينت ده عباره عن جروب هو بيعمله اوتوماتيك بيحط فيه كل النقط تمام. طيب هلاقي هنا حاجتين، هلاقي حاجه اسمها ستايل وحاجه اسمها ليبل ستايل تمام. الستايل ديت اللي هي خاصه بشكل السيمبل نفسه بتاع النقطه اللي هو الشكل دوت، لكن الليبل ستايل اللي هي خاصه بالتكست او الكتابه او الليبل اللي هيتكتب على النقطه بتاعتي تمام. طيب انا عشان اعدل في شكل النقطه هاجي هنا على بيزك، اول ما اقف عليها بلاقي شكل مؤشر بقى عباره عن الشكل الابيض دوت، واضغط كليك هيفتح لي البوكس دوت اللي هو سيلكت بوينت ستايل. لو فتحت القايمه ديت هلاقي لي مختلفه للنقط تمام. لكن انا لو عايز اعدل في الشكل الحادي اللي هو البيزك دوت هنيجي على علامه الايديت ديت ونختار ونضغط كليك تمام. طيب هيجي لي البوكس دوت اللي هو البوينت ستايل بيزك، هنخش في التبويب اللي هو بتاع ماركر تمام. وممكن في هنا في السايز هنا نغير حجم النقطه بتاعنا، وليكن مثلا نخليه بوينت 5 تمام. ممكن نغير اي شكل تاني انا عايزه، وليكن مثلا الشكل دوت ونقول له اوكي. طب قبل ما نقول له اوكي ممكن لو عايز اغير بقى اللون بتاعها ممكن نخش هنا في الديسبلاي في التبويب بتاع الديسبلاي، وهنا في الماركر ممكن اخفي العلامه او اظهرها زي ما انا عايز، وهنا في اللون او الكالر ممكن مثلا اخليه مثلا ازرق او اي لون انا عايزه. اوكي اوكي هلاقي هنا الاعدادات بتاعتي اتطبقت على النقط، حجمها صغر ولونها اتغير والسيمبول بتاعها برضو اتغير. طيب لو انا عايز اكتب بقى اي ليبل على النقطه بتاعتي هنا هتيجي هنا في الليبل ستايل، بس الليبل ستايل هنا ديفولت يعني هو مش حاطط حاجه، حتى مجرد ما نختار عليها بيقول لي نان. ممكن من هنا برضو اختار اي حاجه، فهنا بيقول لي اي ستايل انا عايزه، هنا بيقول لي ديسكريبشن اونلي انا هعرض الكود بس، هنا مثلا بيقول لي اليفيشن اند ديسكريبشن انا هعرض المنسوب والكود، هنا مثلا بيقول لي اليفيشن اونلي المنسوب بس، نورسنج اند ايستنج بوينت نمبر اونلي وهكذا. فاختار المعلومه اللي انا عايز اكتبها، وليكن انا عايز اكتب احداثيات النقط عليها، كل نقطه اكتب احداثياتها مثلا الان والاي والزد مثلا تمام. فممكن اختار النورسنج والايستنج واقول له اوكي. فهشوف هنا هيعمل لي ايه. علينا كتب لي احداثيات النقط على كل نقطه احداثياتها، بس طبعا حجمها كبير جدا، فازاي ان انا اصغر او ان انا ابتدي اعدل في الكلام دوت. نعدل فيها منين؟ هنيجي برضو بنفس المكان احنا كنا فيه من الليبل ستايل، هلاقي هنا كاتب لي هو الستايل المحطوط دلوقتي النورسك اند ايستنج، هضغط عليه كليك عشان اعدله، واخش برضو زي ما عدلت البوينت من نفس المكان اللي هو علامه القلم ديت اللي هي بتاعت الايديت بتاعت الستايل دوت. طيب هلاقي برضو هيفتح لي البوكس دوت، هنخش في التبويب اللي هو بتاع اللي اوت تمام، ونيجي هنا في التكست هاي نغير بس هي حجم النقطه، ممكن برضو نخليه مثلا بوينت 5 حجم التكست نفسه تمام. ولونه برضو ممكن انا احكم في لونه في كلر تمام، ممكن مثلا اخليه برضو احمر مثلا. اوكي اوكي تمام، هو كده بقى الشكل مقبول شويه بتاع النقط تمام. ايه بقى كل نقطة هي عليها ايه النورسنج والايستنج بتاعها. طيب افرض انا عايز اضيف الزد او ان انا عايز ازيح النقط على السيمبل شوية بحيث بس اختزل اي مساحة تمام، وعايز مثلا اضيف الزد كمان. طيب لو انا عايز اضيف الزد كمان هنخش هنا في الليبل ستايل، مش هلاقي هنا حاجة جايبالي نورث اند ايست اند اليفيشن مثلا، لا هو كده ممكن اجيب الزد بس، لكن انا ممكن دوت اضيف عليه الزد كمان. منين الكلام دوت؟ من نفس المكان، هنخش في الايديت تمام، وهنيجي هنا في الكونتنتس اللي هي المحتويات، هتختار الشكل دوت كده هيظهر لك مربع تضغط عليه تمام. قال لك ايه؟ قال لك في كود اللي هو جايب النورث وكود جايب الايست تمام. طيب انا ممكن اضغط انتر جميل، واختار من هنا الاليفيشن، اجي هنا في البروبرتيز اقول له البوينت اليفيشن، بعد كده اختار على السهم دوت عشان يحولها لي هنا. ممكن قبليها لو انا عايز اكتب مثلا ان واي والكلام دوت ممكن اكتب زد تمام ونقطتين زيها زي التاني واقول له اوكي
تمام. وممكن اصغر لو عايز اصغر بقى تاني شويه عشان هما كده حجمهم كبير، ممكن اقول له بوينت 2 ومثلا نلفهم بزاويه مثلا 30 درجه ولا حاجه. اوكي، ونشوف التعديلات اللي هتحصل. التعديلات اللي هتحصل هو هيضيف لي الزد كمان معاها، بجانب اللي هو هيصغرهم لي تاني ويعمل لي ليهم روتيت حاجه بسيطه للتكست نفسه 30 درجه او حاجه، عشان تظهر معايا النقط بالشكل دوت. يبقى كده كل نقطه معايا ظاهره بي اكس واي النورس بتاعها. طبعا ده في حاله عايز اضيف اي حاجه، عايز اضيف الكود كمان ممكن اضيفه، عايز اضيف رقم النقطه، عايز اضيف ايا كان. شايف يبقى كده كل نقطه كتبنا عليها النورس والايست والزد بالشكل دوت، تمام. طيب يبقى دوت احنا شفنا ازاي ان احنا ننزل النقط وازاي ان احنا نعدل في اعدادها. طبعا على فكرة احنا بنتكلم بشكل مختصر، بنتكلم بصورة عملية اكتر ما هي علمية، يعني احنا بنتكلم عن اسلوب الشغل، ان انا اسلوب شغلي 1 2 3، مش بتفرق ليه حاجات تانية في البوينت او كده. طبعا ما اقدرش اقول ان هي دي كل النقط او هي دي كل الكلام عن البوينت، لكن دوت الشكل الطبيعي اللي انا ممكن استخدم فيه النقط بس مش اكتر ولا اقل. طيب يبقى احنا كده شغلنا في البوينت لحد دلوقتي ازاي ان احنا ننزل النقط وازاي ان احنا نعدل فيها. طيب في حاجه اسمها جروب، البوينت جروب. البوينت جروب لو انا عايز اقسم مجموعه نقاط، كل مجموعه نقاط لوحديها، تمام. يعني مثلا ايه، عايز اقسم النقط اللي هي من منسوب كذا منسوب كذا في جروب، عايز اقسم النقط اللي هي مثلا من رقم كذا رقم كذا في جروب، اختار نقط من على اسم احطها في جروب. طيب هتفيدني في ايه موضوع الجروبات؟ هيفيدني ان انا بعمل اسطح، هيفيدني ان انا ممكن اعدل في النقط دي كلها مره واحده مع بعض، بحيث يبقى كل نقط منفصله عن الثانيه ليها طريقه تعديل، لما اي طريقه تعديل تتم على واحده يتم على كل اللي معاها. طيب البوينت جروب دي بتتعمل منين؟ تقول له من بوينت، بعد كده تقول له هنا ايه كريت بوينت جروب. اهم حاجة بس هتخش هنا في الفورميشن تحط اسم الجروب بتاعك وليكن مثلا AA على سبيل المثال. ممكن هنا تديله في البوينت ستايل تديله شكل تاني غير اللي موجود في الاول بوينت، وممكن هنا في الليبل ستايل برضو تديله شكل تاني وليكن مثلا هقوله elevation only، تمام. وهنا برضو في البيزك هديله مثلا البوند على سبيل المثال. ونخش هنا في الانكلاود نقول له هنا يوز نمبر، انت تكتب له الارقام بتاعتك، مثلا عايز تحط جروب من نقط، من نقطه مثلا 1 ل 20 1 ل 30 زي ما انت عايز، تكتب الرقم بتاعك. او من خلال الاليفيشن انت تقول مثلا من منسوب كذا منسوب كذا، او من خلال النيم اسم النقطه، او من خلال الكود بتاع النقطه، تمام ايا كان. او ممكن تضغط هنا تقول له سيلكت ان دروينج وتختار مثلا اي مجموعه نقاط مثلا كده وتقول له انتر، بعد كده تقول له اوكي. هتلاقي النقط ديت بتاعتك اتغير شكلها طبقا للتعديلات اللي هو اخدها الجروب اي اي. يعني الجروب اي اي هنا اخد ستايل بوند، فانت ممكن نخش نعدل فيه كده، نخش في التكست نخليه مثلا بوينت 5 ونخلي مثلا لونه ازرق، وممكن نغير الشكل بتاعه بدل ما هو مربع مثلا ده كده نشيل نعمل الشيك على يوز كاستوم ماركر نخليه مثلا اللون ده. اوكي تمام. شايف لو تلاحظ الجروب اللي احنا اخترناه ده اللون بتاعه اتغير، الشكل بتاعه اتغير لوحده. ممكن نغير اللون كمان عشان ما يبقاش زي بعض. اوكي تمام. وممكن نخش هنا في الاليفيشن اونلي نغير برضو التكست بتاعه شويه. خلاص احنا عرفنا بقى الكلام دوت، نخش نعدل منين منه على طول، نخلي مثلا بوينت 5. اوكي تمام. طيب بس طريقه الجروب ديت مش عمليه اكتر، يعني انا قليل لما هستخدم ان انا اعمل جروب من هنا. ليه؟ دايما هعمل جروب وانا بنشئ الملف نفسه، يعني ممكن وانا بعمل امبورت بوينت، تمام، هيظهر لي لما اختار الفايل بتاعي من هنا. بعد لما اختار الفايل ممكن اعمل شيك على اد بوينت اد جروب، واقوم جاي ضاغط على نيو جروب واكتب اسم الجروب الجديد واقول له اوكي، وبالتالي النقط اللي هيصدرها لي هيحطها لي في الجروب دوت. يبقى الفايل كله اللي انا هستورده هيعمل لي جروب ليه جديد ويحطه لي في الجروب دوت وهكذا. يبقى كل فايل ممكن استورده احطه في جروب لوحده عشان يبقى سهل التعامل معاه. طيب اخر حاجه في البوينت اللي هي عندي الايديت بوينت، تعديل النقط، ان انا بقى لو عايز اعدل اي نقطه. طيب انا لو عايز اعدل اي نقطه الموضوع بسيط جدا، انا بقف على بوينت، تمام، بيجيب لي هنا كل النقاط اللي موجوده عندي.
ممكن انا اعدل تعديل مباشر، يعني ممكن انا او اضغط على الاستنج واكتب واعدل في الاستنج على طول، ممكن اضغط في المنسوب واعدل في المنسوب على طول للنقط اللي انا عايزها، تمام. او لو انا عايز نقطه بعينها، يعني لو انا مثلا مش عارف النقطه رقم واحد دي فين، ممكن مثلا انا عايز اعدل النقطه ديت، والنقطه دي انا مش عارف هي فين في الليسته، ممكن اضغط، ممكن اختار النقطه واضغط عليها كليك يمين، تمام، واقول له edit point. بعد ما اضغط على نقطه كليك يمين هجيبها لي هنا مفتوحه في بوكس لوحديها، ممكن ان انا اعدل فيها مباشره زي ما انا عايز. يبقى ده كده في تعديل النقط، بالاضافه الا انا ممكن اعدل في النقطه عايز بامر الاوتوكاد، يعني اعمل لها موف، اعمل لها روتيت، اعمل لها كوبي، كل اوامر الاوتوكاد العاديه هتاثر في النقطه طبعا مش زي في اللاند، تمام. طيب في حاجه برضو في الايديت بوينت اللي هي الديتم، الديتم اللي هي ان انا ارفع النقط كلها بقيمه معينه للمنسوب، او ان انا اقللها كلها بقيمه معينه للمنسوب، تمام. طيب اخر حاجه برضو في البوينت ممكن نشوفها اللي هي البوينت تيبل. البوينت تيبل لو انا عايز اعمل جدول للنقاط هنا على اللوحه بتاعتي في احداثيات النقط ديت زي ما انا عايز، ممكن اقوله هنا من بوينت اقول له اد تيبلز، جميل. هنا بيقول لي ايه اهم حاجه، اختار البوينت اللي انت عايز تحط لها في جروب، تمام، اللي انت تعمل لها جدول. ممكن انا اختار من هنا واختار اي جزئيه معينه، او لو عندي جروب اختار له الجروب واقول له انتر، تمام. بعد كده اقول له اوكي، يقول لي عايز تحط الجدول بتاعك فين، اقول له مثلا هنا اهو، عليه عمل لك ايه الجدول بتاعك كده، كل نقطه بمنسوبها، بالنورسنج بتاعها، بالاستنج بتاعها، بالوصف بتاعها وهكذا. يبقى دي النقط بتاعتك برضو حطها لك على الجدول. طيب يبقى احنا كده شفنا ازاي ان احنا ندخل النقاط، ازاي احنا نعدل فيها، ازاي احنا نعدل في شكلها، تمام. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن الاسطح، عن السيرفيس، وازاي ان احنا بقى نستخدم النقط ديت ونربط ما بينها بسيرفيس عشان نبتدي بقى نحسب كميات ونرسم قطع طوليه وقطع عرضيه في الجزئيات اللي بعد كده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.